مرافق مهمة التهمت أموالا طائلة مغلقة، فوضى وعدم التنظيم هي الصورة البارزة لموانئ ولاية سكيكدا. العينة ميناء القل غربي الولاية. رئيس الجمهورية أعطى تعليمات باللي فصل سفن النزهة على سفن السيل البحري، وانت العكس، احنا شفنا العكس. واش داروا لنا؟ داروا لنا داروا لنا رصيف للسيل البحري وحطوا فيه 100% سفن النزهة، وفي السنة هذه زادوا دخلوا أكثر من 100 سفينة نزهة إضافية. تسمى احنا شفنا باللي ما عرفوش يجسدوا واش قال رئيس الجمهورية. العمل بنظام التعاونية وعقد لقاءات بين كل الأطراف تراها الجهات الوصية حلولا لتحسين أوضاع مهني القطاع. باشرنا على مستوى موانئ الولاية حملة تحسيسية مكثفة أفضت إلى الحد الآن تأسيس 21 تعاونية تضم 139 منتسب. هذه التعاونيات يعني الهدف منهم هو تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين. إن شاء الله عندنا هذا الأسبوع لقاء مع مؤسسة سير موانئ الصيد البحري لدراسة مخططات الرسو وكيفية تفعيلها لفصل سفن الصيد على النزهة. هذا مطلب يعني لا بد منه. نذكر أن موانئ الصيد البحري هي يعني الهدف تاعها الأول هو الصيد البحري. بين هذا وذاك يبقى الوقت في معالجة الوضعية التي يشتكي منها الصيادون مهم جدا بالنظر إلى المقاربة التي تنتهجها الدولة للنهوض بالقطاع.